اللي يحكم اليوم في إسرائيل هما زوز توجهات. التوجه الأساسي هو يمثله بنيامين نتنياهو هذا حيوان سياسي عنده 25 سنة هو يحكم في إسرائيل. لا دروات معناها لا مش لا دروات فقط هي الدروات اللي جاية من دروات معينة اللي هي دروات متاع جابوتنسكي وهي تتسمى الصهيونية المراجعية. الصهيونية المراجعية كانوا فهم اثنين يتصارعوا في تاريخ الحركة الصهيونية اللي هما بون غوريون اللي ينتمي إلى اليسار زعيم حزب ماباي وهذا جابوتنسكي اللي هو ينتمي إلى الصهيونية المراجعية. الخلاف بيناتهم واللي ينتمي لها نتنياهو اللي جاء منها نتنياهو لأنه اللي ورثها الأولاني قبل نتنياهو هو زعيم حزب حيروت مناحيم بيجين وجاء منها هذا بتوى الآن هو نتنياهو. نتنياهو وريث فكر جابوتنسكي. جابوتنسكي هذا كان خلافه الأساسي مع بن غوريون هو أنه أرفض السياسة البريطانية في قسم فيما يسمى بأرض إسرائيل الكبرى اللي كانت وعدة بها بريطانيا الحركة الصهيونية اللي تضم الأردن اليوم. بريطانيا في فترة معينة حاولت ترضي بعض المطالب العربية فخلقت ما يسمى بإمارة شرق الأردن ونزعتها من الوعد اللي أعطاته قام هو برفض المشروع هذا بينما قبل به بن غوريون مرحليا. جابوتنسكي كان عنده نص شهير كتبه في عام 1923 اسمه العرب ونحن سماه هو الجدار الحديدي. الجدار الحديدي نص هذا شهير شهير ياسر. النص هذا شو يقول؟ يقول أنه العرب صحيح أنا لو كنت عربي وكنت فلسطيني كنت نرفض الاستيطان هذا والاحتلال والعرب عندهم الحق وأنا من ناحية هذه من لومش عليهم فقط المشروع متاعي هو أنه يلزم العرب هذوما يقبلوا بينا عن طريق استعمال قوة مفرطة اللي تراها اليوم استعمال اليوم الديسبروبورسيوني متاع القوة هو ينحدر من الفكر متاع جابوتنسكي فكر الجدار الحديد. إيش معناته؟ معناته يقول لك باش العرب ينتهي متى وجودهم أو ادعائهم أو مقاومتهم الفلسطينيين يجب أن هذه الرغبة في المقاومة عند الفلسطينيين تنعدم. مش المقاومة يقول لك عادية أنا لكن كنت كيف كنت نقاوم. المهم أن الفلسطيني تنعدم عنده الرغبة في المقاومة باستعمال حجم من القوة لا يتناسب أو لا يستطيع هذا الفلسطيني أن يتحمله. واضح. ولهذا هذا اللي تراه اليوم هو تقريبا هو جزء وهذا عاود كروه صهاينة مدينين أخرين. إذن هذا بالنسبة لجابوتنسكي. جابوتنسكي هذا بالنسبة ليه واللي ورثهم بعد مناحيم بيجين أرض إسرائيل التاريخية وين موجودة؟ موجودة أساسا في يهودا والسامرة اللي هي الضفة والقطاع. اللي هي الضفة ونزيدوها القطاع. هما ما يسميوهاش الضفة يسميوها في الأدبيات متاعهم يهودا في شومران يهودا والسامرة. وذاك علاش بن غوريون يقول ليست هناك أراض عربية محتلة بل أراض إسرائيلية محررة. والشعار متاع حزب حيروت يقول لنهر الأردن ضفتان الأولى لنا والثانية أيضا. بحيث الناس هذوما بالنسبة لهم الضفة الاستيطان في الضفة وفي قطاع يسميهم عندهم مجلس كامل الآن في إسرائيل اسمه مجلس شيسع ومجلس مستوطن المستوطنات بكلها يهودا في شمرون وغزة وعزة. طيب بالنسبة لهم هالأراضي هذه بالذات هي أراضي تاريخية للشعب اليهودي وأهم الأحداث يعرفها التاريخ اليهودي يراوها أنها وقعت في هالمراكز التاريخية هذه وذلك لا سبيل إلى أن تكون الأراضي هذه في يد الفلسطينيين. إذن حبيت أن أقول لك اللي فهم دونك إذن هذا بالنسبة إلى جابوتنسكي اللي جاي منه نتنياهو. وعلى جنبه الاثنين اللي ظاهرين في الصورة اللي هما سموتريتش بيتساليل سموتريتش وإيتمار بن كبير اللي جايين من الأحزاب الصهيونية الدينية اللي هي جاية من مدرسة اليشيفا هذه المدرسة الدينية اللي أسسها الربي كوك واللي قام بالصهيونية واللي هما غولات الحركة الصهيونية الدينية اللي تسموا التيار الحردلي أو المتدينين القوميين المتشددين. هذوما ما فيهمش فصل من ناحية الأفكار والتشدد والغطرسة الدينية. هذوما الاثنين الآن هما في قلب إسرائيل. التيار الديني الآن اللي هو يحكم في إسرائيل كان على هامشها في 48 ما كانوش موجودين لأنه يعني في 48 بن غوريون وقت اللي جاء المدينين شو عمل معهم؟ قالوا له احنا نخليو لك الحكم والسياسة خذها أنت احنا فقط حاجة واحدة ما تنصش على أنه إسرائيل دولة غير يهودية ونحبوا قضايا مشاكل الأكل كشروط يسميهم الحلال والحرام إلى آخره والطلاق والأحوال الشخصية تخليهمنا لنا احنا وتعطينا المدارس الدينية وتعطينا الفلوس وما نخدموش السيرفيس ميليتير لأننا نحن نقوم بشيء أهم من سيرفيس ميليتير اللي هو خدمة التوراة.
احنا تاريخ حفظنا واستمرينا 2000 سنه في التاريخ مش على خاطر الدوله حمايتنا ولا خاطر الجيش، اللي حمانا هو التوراة. فنحن نقوم بخدمة تضاهي الخدمة العسكرية وأكثر منها أهمية. واستمر هذا فيما يسمى بوثيقة ستاتيكو، يعني الوضع القائم. الوضع المفاهمات هذه باش تنتهي بعد 67 إسرائيل باش تعرف انتصارات كبيرة في 6 أيام، وباش يرجع من نوع من الحيوية الدينية وإلى آخره، سميوهما الصحوة الدينية مع الحزارة بتشوفا، واستبدأ حركة كبيرة من الاستيطان، وباش يقوموا بها الناس هذوما. دونك هما باش يخرجوا من الهامش ويدخلوا شيئا فشيئا باش يصبحوا هما في قلب النظام الحكم في اسرائيل، مش فقط في نظام الحكم في اسرائيل، وانما باش يتخلوا على كثير من الافكار اللي كانت موجوده انذاك، من بينها الخدمه العسكريه. كل وحدات النخبه في الجيش الاسرائيلي اليوم والواحد وكبار الجنرالات ينتميوا الى هذه الصهيونيه الحرداليه اللي هي تمثل خطر كبير ياسر على الفلسطينيين وعلى البلاد العربيه. واتلقت مع نتنياهو، مع نتنياهو اللي جاي من جابوتنسكي، دونك اعطتها الكوكتيل مولوتوف هذايا اللي ماهوش باش يتوقف على الشيء اللي قاعد يعمل فيه. واللي يعمل فيه هو نتيجه طبيعيه، اللي يقرا التاريخ ويقرا برامج الاحزاب هذه يعرف اللي هذا ما نجم يكون فما استيطان الا ما يكون فما تهجير. وما نجم يكون فما تهجير الا ما يكون بناء مستوطنات. طيب الاستيطان الان مواصله هذه، إذن هو مواصله تهجير. الى مرحله نسميها انا مرحله اخيره، هي مرحله تجربه الحل النهائي، كما فما سوليسيون فينال حكيت عليها النازيه. بالنسبه لهؤلاء هما ماشيين في ما يسمى بالحل النهائي. بدات في البدايه حركه نتاع تحويل سكان من مكان الى مكان، ثم بدات عمليه تهجيرهم. ولكن المشكل بالنسبه لهم كما يقول سموتريتش في خطاب مشهور في الكنيست، يقول المشكله نتاعنا منين جات؟ جات من انه بن غوريون ما كملش الخدمه نتاعو، ما خدمش الخدمه بنظافه. يقول اتيم بو بيتاغوت، يعني بالعبريه انتم لهنا على وجه الخطا، يتكلم في النواب الكنيست العرب. الحل شنو هو؟ لانه هو نظف 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 وخلى عرب 48. والمشاكل نتاع العرب اللي بقاو لنا لهنا سواء لاجئين ما خرجوش من ارض اسرائيل او من الضفه، فالحل نتاعهم الان هو ان نكملوا العمل نتاعنا الى اخره. ولهذا يجب اخراج كل هؤلاء، تهجيرهم او الاباده، كل هؤلاء. وعندك حركات نعم. الاباده، وقت نقول اباده راه فما مثلا الجماعات المتفرعه على الصهيونيه الدينيه هذه في اسرائيل هي بالمئات. فيهم ناس متخصصين في حرق الفلسطينيين مثلا، كي تاخذ حركه اسمها حركه شبان التلال هذه اللي دفع بها اريال شارون هو اللي صنعها، وهم ما يملوش حتى بدوله اسرائيل، يحبوا ياسوا ما يسمى بمملكه اسرائيل ويتحدثوا على ملك اسرائيل، يعني على ملك مملكه كما كانوا في القديم. اختصاصهم حرق الفلسطينيين، واغلبيتهم بين 15 سنه و 25 سنه، يعني اللي شدوهم اغلبيتهم ما يتحاكموش لانهم يعتبروهم قصر. هم اللي قتلوا عائله الدوابشه، حرقوا عائله الدوابشه، حرقوا طفل ابو خضير. فكل هالوسائل هذه اللي تراوها من الحرق والقتل، كل هذا كله مبرر. الحركه الصهيونيه هذه امتدادات اللي هي ترى بالمناسبه اللي الصراع هذايا في بعض ادبياتهم كيف نقرا انا يقول لك الصراع هذا راهو صراع ماهوش من توا، هذا صراع بين اسماعيل واسحاق. يرجع هو يتواصل اليوم. هو في جزء منه الجانب الاسرائيلي اللي هو موضوع حديثنا هو صراع اصوليه يهوديه بالنسبه لها ترى انه هذا الصراع الحالي هو امتداد لصراع تاريخي قديم.